القتال مستمر لليوم الثاني على جبهات حلب الغربية بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وفصائل المعارضة السورية التي تشن هجوماً لكسر الحصار عن الأحياء الشرقية. أعنف المعارك تدور في مناطق الاشتباكات، لا سيما في ضاحية الأسد التي سيطر مقاتلو تحالف جيش الفتح على أجزاء كبيرة منها، وفي أطراف حي جمعية الزهراء ومشروع 1070 شقة. أحد القياديين العسكريين في صفوف جيش الفتح أعلن أن المرحلة المقبلة هي الأكاديمية العسكرية وحي الحمدانية الذي يقع بين ضاحية الأسد غربا وحي العامرية شرقا الذي تسيطر فصائل المعارضة على أجزاء منه. وإذا تمكنت فصائل جيش الفتح من السيطرة على حي الحمدانية ستكسر بذلك حصار الأحياء الشرقية عبر فتحها طريقا جديدا يمر من الحمدانية وصولا إلى ريف حلب الغربي حسب مراقبين. المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن القوات النظامية أطلقت هجوماً مضاداً لاستعادة النقاط التي خسرتها، ترافق مع قصف مكثف ومتبادل بين الجانبين بالتزامن مع قصف للطائرات الحربية الروسية على طول خطوط الاشتباك. المرصد أشار كذلك إلى قصف متبادل على الأحياء الغربية والشرقية من المدينة الخاضعة لسيطرة الطرفين. وبحسب المعلومات الواردة من حلب، يشارك نحو 1500 مقاتل قدموا من محافظة إدلب المجاورة ومن ريف حلب في المعارك التي تدور على مسافة تمتد نحو 15 كيلومتراً في أطراف حلب الغربية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، أهلا بك. كيف هو الوضع الآن في حلب؟ اشتباكات على عدة محاور وكر وفر. نعم طبعا، واليوم شهد حي جمعية الزهراء الاشتباكات الأعنف والأضخم والأوسع على الإطلاق منذ انطلاقة الثورة السورية أو منذ بدأ العمليات العسكرية في حلب. حي جمعية الزهراء يقع في الضواحي الغربية لمدينة حلب، شهد هجمات من عدة جبهات بعربات مفخخة وامطار هذا الحي أو مناطق سيطرة النظام بالحي في صواريخ من كافة الأنواع. اشتباكات عنيفة تدور منذ ظهر اليوم وإلى الآن في حي جمعية الزهراء. تقدم للفصائل الإسلامية والمقاتلة وفصائل جيش الفتح وفصائل الجهادية على جبهة منيان وعلى جبهة مساكن مهنة وعلى عدة نقاط في حي جمعية الزهراء والفاميلي هاوس. معلومات عن تفجيرات داخل الفاميلي هاوس بعد أن تقدم داخله المقاتلو الفصائل المقاتلة والإسلامية. أيضا اشتباكات عنيفة على محور ضاحية الأسد ومحور 1070 شقة. أيضا هناك تفجير الحزب الإسلامي التركستاني عربة مفخخة في محور 1070 شقة. طيب سيد رامي، كيف نقرأ ما الذي يحدث في حلب اليوم، خاصة وأن بوتين بالأمس كان قد رفض طلبا لقادة جيشه باستئناف الغارات الجوية على حلب الشرقية؟ نعم، هناك خلط ما بين رفض بوتين لاستئناف الغارات الجوية على أحياء حلب الشرقية، بينما الغارات الروسية هي مستمرة وبقوة منذ ليل أمس وإلى الآن، ومساندة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات لبنانية وإيرانية وعراقية على الأطراف مناطق الاشتباكات على الضواحي الغربية والريف الغربي والريف الجنوبي لحلب. أي أن روسيا هي لا تقصف أحياء حلب الشرقية، ولكن روسيا تشارك بقوة باستهداف الفصائل المهاجمة عند الأطراف الغربية لحلب. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، كنت معنا مباشرة من لندن. شكرا لانضمامك إلينا.